اليوم خلال عملية الفرز الشهم يتم المساهمة والمساعدة في ضخ بعض الأدوية والمستلزمات الطبية إلى مستشفى العودة. قبل أيام كنا في مستشفى ناصر ومستشفى الصليب الأحمر ومع الأطباء بلا حدود، استكمالا لهذا الدور الريادي لدولة الإمارات العربية المتحدة ومن خلال عمليات الفرز الشهم، ليس فقط تمويل قطاع غزة بالمواد الغذائية والمشاريع الإغاثية، اليوم كان الدور على المبادرات الصحية وتقديم الأدوية والمستلزمات الطبية في ظل الحرب وفي ظل التهالك للمنظومة الصحية. بالنسبة للأصناف طبعا اللي وصلتنا عن طريق دولة الإمارات كل الشكر إلها، بتخدم الرعاية الأولية والثانوية بشكل جزئي عن طريق اللي هو المستلزمات والأدوات والأدوية الطبية اللي قاموا بتوريدها. يوجد بعض الأدوات المساعدة قاموا بتوريدها طبعا، برضو هذه بتساعد في تقديم الخدمة الصحية، خصوصا أنه الكثير من أبناء شعبنا تعرض لبتر أو جرح أو يعني إصابات شديدة في الأطراف.